كده الناس اللي بتدي كيمياء. في ناس بتقول ان هم دول الناس تشاريتي، ناس بتحب الخير وبتحب المعلومات يعني تكون متوفره عند الناس كلها، فعشان كده بتدي كيمياء. في ناس تانية تشوف ان بيت الوكيل ده نيويورك مهووس بحاجة معينة، عشان كده يعني بيكتب وكيل. في نظرة ثالثة تشوف ده اخبار جاسوس او عميل، خصوصا لو بيكتب في مقالات سياسية تشوف ان هو بيسرب اخبار البلد وبيعرف الاعداء باخبار الدولة. هو ده كان نتيجة سيرفي عملته مؤسسة ويكيميديا السنة اللي فاتت في 2014، والسيرفي ده شارك فيه حوالي 40,000 يوزر، ودي كانت النتيجة بتاعته. أول حاجة هو إيديت ويكيميديا زي ما احنا شايفين، دي الشغل يعني اللي بيعملوا إيديت ويكيميديا شغالين فيه، فأكبر نسبة شايفين إن هي الستودنتس، بعديها الناس الامبلوي والويجز والسيلف امبلوي، بس اكبر من الناس اكبر نسبة من محاضرين ويكيبيديا هم الستودنتس. في السيرفي ده نتيجة السيرفي ان هي تجميع النتيجة اكبر الاسباب اللي بتخليهم يكتبوا في ويكيبيديا. اول حاجة شير نوليدج، يعني واحد عنده معلومة معينة عايز يعملها شير الناس تكون عارفاها. تاني حاجة شوف بروفان، شايف ان الموضوع كبير ده فيري فاني، فهو حابب كده يعني. حابب فيلوسفي اوف اوبنس، حابب فكرة الفيلوسفي بتاع ويكيبيديا نفسها وال اوبن داتا واوبن وورد، حابب الفيلوسفي. رابع حاجة فيكسينج ميستيكس، دخل قرا مقالة معينة على ويكيبيديا ولقى ان المقاله دي فيها خطا معين، فالخطا ده هو الدافع ان هو خلاه يدخل ويعدل الخطا. الرابع ريبيولايز توكس، يعني واحد مهتم بموضوع معين وحابب ان الناس كلها تبقى عندها فكره عن الموضوع ده، فعشان كده بيكتب عن الموضوع ده. بعده جين ريبيتيشن في ويكيبيديا كوميونتي، يعني ده حاجة حابب ان هو يبقى معروف بالمجتمع ويكيبيديا، وحابب ان هو يكون عنده نوع من التأثير. الأخير فور بروفيشنال ريزونز، دول المترجمين او كده بياخدوا يعني ده يبقى شغلهم بروفيشنال ريزونز. هي دي الناس بتاعت النقط اللي قلناها زي ما انتم شايفين. اكبر حاجة 91% I like to edit. I like the idea of volunteering to share knowledge. Tanya, I believe that information should be freely available to everyone. I like to contribute to subject matter in which I have experience. تقريبا السبب الأول والثاني قريبين من بعض جدا. Things might help you to contribute more. ده برضه كان نتيجة من نتائج السيرفي بتاع المؤسسة. زي ما احنا شايفين أكبر حاجة knowledge that other benefits from my contributions. تاني نسبة بعديها improving editing interface. التالتة some coaches me on how to edit. طيب الداتا دي ممكن تعني لنا ايه كمجتمع ويكيبيديا او ازاي نستفيد منها؟ اول حاجه وي شود هاف سم فان في الاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها، يعني ما يبقاش كل الاكتيفيتيز ايديت ويكيبيديا فقط، لا لازم يكون في اكتر من نشاط احنا بنعمله، ولازم يكون في فان في الاكتيفيتيز. يعني مثلا ايديا زي الويكي كامب اللي كانوا عاملينها دي ايديا كويسه جدا، يعني كان الايديت في ويكيبيديا 4 ساعات فقط في اليوم وباقي اليوم كله انشطه فور فان.
تاني حاجة make attention for two students عشان هما الستودنتس هما تقريبا هما أكتر نسبة من اليوزرز يعتبروا ستودنتس فهما دول لازم نهتم بيهم جدا ويفضل إن احنا نعمل تريننج ويكيبيديا أو ورك شوبس تكون في الجامعات وموجهة للستودنتس. تالت حاجة coach users زي ما احنا شفنا السبب اللي يخلي الناس انها تشارك اكتر في ويكيبيديا ان هم يكون عندهم ممكن ان هم يكون عندهم يعني كيفيه معلومه كيفيه ان هم يعملوا ايه يعني لازم اليوزرز اقرا ليهم يعتبر ان هم مش عارفين يعملوا ايه يعني مش عارفين كيفيه التحرير والسياسه التحرير بس. So thank you. There is any questions?